وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض اللواء عبد الله غانم القحطاني الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا سعادة اللواء في هذه النشرة. في البداية، ما دلالات اختتام زيارة المبعوث الأممي للرياض ضمن جهود تمديد الهدنة في اليمن على مسار الهدنة، وأيضا كيف سيكون انعكاساته على الملف اليمني ككل؟ يعني أهلا، يعني الحقيقة هو يحاول أن يمدد الهدنة وأن يكون هناك مخرج لهذه الورطة التي وضعت إيران المنطقة فيها وتواطأ معها هذا الغرب الذي يدعي حقوق الإنسان ويدعي محاربة الإرهاب. الحقيقة أن الوضع واضح جدا، التحالف العربي، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية، الحكومة اليمنية، الشرفاء في العالم كلهم يقولون ويدعون إلى تجديد الهدنة وإلى وقف إطلاق النار وإلى الذهاب إلى الحوار السياسي وحل هذه المشكلة. بكل أسف حاليا تركزت الجهود وتتركز على تمديد الهدنة وليس على حل المشكلة، وهذا حقيقة، هذه إحدى المناورات التي تتبعها الثورة الإرهابية الإيرانية. إذا نظرنا للموضوع فهو ببساطة، من أمر الميليشيات الإرهابية في لبنان بتوقيع يعني اتفاقية الحدود في لحظة، هو نفسه من يأمر الحوثي حاليا بأن ينتهك الهدنة وبأن لا يجددها وبأن لا يأتي إلى السلام وبأن لا ينهي الانقلاب. بكل بساطة هذا هو الموضوع يا سيدي. المشكلة في طهران، البلا والإرهاب ورأس الأفعى في طهران، والدول الدائمة العضوية الخمس مجلس الأمن تعلم هذا الشيء، والأمم المتحدة تعي هذا الشيء، والاتحاد الأوروبي يعلمون هذا الشيء. المشكلة في طهران، الميليشيات تأتمر بأمر الحرس الثوري الإرهابي الإيراني سواء في بغداد ولا في صنعاء ولا في بيروت ولا حتى في دمشق. بكل أسف هذا هو الواقع، ولكن حاليا اليمن بحاجة إلى هدنة لكي يكون لدى الإنسان اليمني العادي البسيط أملا في الوصول إلى حل، ولكي يداول ناءه، ولكي يذهب إلى مدارسه، ولكي ينتبه إلى نفسه ويعني ويمارس حياته الطبيعية. الحوثي لا يريد هذا الشيء، لا يريده لا هو ولا إيران. سيادة اللواء، كيف يفهم ما صرحت به الحكومة اليمنية برفع الجاهزية للقوات المسلحة بعد رفض ميليشيات الحوثي من تمديد الهدنة في ظل هذه الزيارات للمبعوث الأممي إلى الرياض؟ هذا مهم جدا. هذا الموقف من الحكومة اليمنية برفع الجاهزية القتالية تعني الاستعداد للحل الذي أنا شخصيا يعني مواطن سعودي يعني لا أمثل رأي أحد أؤمن به، وهو أن الحل في النهاية هو القوة. الميليشيات الإرهابية لن تخرج من صنعاء، لن تسلم الحكم إلى اليمن، لن تنهي الانقلاب لا بمفاوضات السلم ولا بالأمم المتحدة ولا بوساطة المبعوثين الأمميين إطلاقا. لن ينتهي هذا الانقلاب إلا بقوة الشعب اليمني وقوة قواته المسلحة وإرادته السياسية وإرادته الشعبية، هذا هو الذي سينهي الانقلاب. ما عدا هذا هو حقيقة يعني مجرد يعني إطالة للأزمة أو انتظار للحل المرجو. هذا الإعلان من الحكومة اليمنية مهم جدا أن يأتي من رأس الهرم في القيادة اليمنية بالاستعداد ورفع الجاهزية العسكرية استعدادا لمرحلة قادمة فيما لو لم يرعوي الحوثي للسلم، هو حقيقة عين العقل، وهو حقيقة بكل أسف أقولها يعني، وهذا ما سيحصل، هو الذي سيحصل في النهاية. الحوثي لن يستجيب المفاوضات، لن يستجيب الأمم المتحدة، لن يستفيد حتى من الهدنة، لن يفاوض من أجل مصلحة اليمن، هو يفاوض نيابة عن حرس إيران لمصلحة الملالي في طهران وليس لمصلحة اليمن. وهنا الفرق عظيم جدا بين حكومة يمنية وطنية شرعية. وبين ميليشيا شرعية، نعم، وبين ميليشيا إرهابية انقلابية تتغذى على المال الحرام الإيراني وتتغذى على المهربات إن كانت أسلحة أو أموال. وبكل أسف يعني، وهذا يكرر كل قاله، واستفادت من هذا التماهي الدولي من هذه المعادلة الظالمة في هذا المجتمع. في نفس النقطة هذه سيادة اللواء، كيف ترى دور المجتمع الدولي وأيضا الأمم المتحدة في ملف الهدنة والتباين إذا صح التعبير بين الأطراف يعني ميليشيات الحوثي والطرف الشرعية
الحكومة؟ يعني حينما ننتقد الأمم المتحدة فنحن حقيقة نتحدث على من يقف خلفها، على الفاعلين الذين يتخذون هذه المواقف في الشرق وفي الغرب. يعني بصراحة يعني رأيي الشخصي، الخمسة الدائمين العضوية في مجلس الأمن هم المشكلة، هم الذين حقيقة يعني يوظفون الإرهاب ويوظفون مآسي الشعوب من أجل مصالحهم البينية ومن أجل خلافاتهم ونزاعاتهم. ومن قبل هذا ليس لديهم اهتمام بهذه المنطقة، لا يهتمون بالإنسان اليمني ولا بالإنسان العربي ولا يهتمون بهذه المنطقة. والمقارنة حاليا أمامنا، انظر ماذا يقدم لأوكرانيا المسكينة أيضا المغلوبة على أمرها، وانظر ماذا يقدمون لهذه المنطقة. هناك يستميتون في الدفاع، وهو موقف يعني نفهمه جيدا ومحق دفاعا عن دولة وعن شعب وعن علاقات مختلفة، ولكن ماذا عن هذه المنطقة؟ لماذا لا يدفع جزء بسيط جدا من هذه الجهود ومن هذه المدفوعات من أجل إنقاذ الإنسان اليمني، من أجل إنقاذ الأمن والسلم في البحر الأحمر والطاقة الدولية والمنطقة العربية والقرن الإفريقي؟ لا يا سيدي، الوضع واضح جدا، المواقف الدولية ليست منصفة مع القضايا العربية ولا تهتم بهذه المنطقة. ومجلس الأمن لو كان أراد أن يتخذ موقف حازم وجريء ضد الإرهاب لعلم أن الحوثي وميليشيا حزب الله وبقية الميليشيات عناصر إرهابية. من تمثل هي؟ من تمثل هذه الميليشيا في صنعاء؟ تمثل الإرهاب الحقيقي. طيب ما هو موقف مجلس الأمن؟ ما هو موقف الجمعية العامة المتحدة؟ ما هو موقف الدول العظمى التي تتحكم في مسار هذه السياسات من خلال مجلس الأمن وغيره؟ هذا السؤال مفتوح، وهو حقيقة يعني مجرد تكرار، الصغير قبل الكبير يعلم هذه المواقف بكل أسف. ننتظر غدا إن شاء الله سيكون أفضل، مثل ما كان لدى الشعب اليمني والشرعية اليمنية الإرادة الحقيقية لاتخاذ زمام المبادرة. ومن هنا أنا كمواطن عادي أقول الشعب اليمني والحكومة الشرعية اليمنية قادرة على هزيمة الحوثي، والقرار لهم والتحالف العربي معهم، والله سبحانه وتعالى قبل وبعد معهم. صحيح. طيب سيدة اللواء، أخيرا بما أنك تحدثت عن الغد، هل من خلال هذه الاستنتاجات التي ذكرتها هل من المتوقع أن تكون هناك هدنة قادمة في قادم الأيام بعد كل هذا الحراك الدولي والإقليمي والعربي؟ حكمة التحالف العربي وحكمة الشرعية اليمنية وحكمة الشرفاء في التحالف والمقدرة على استخدام السياسة والضغوط الدولية، أعتقد بأنها ستوفر مناخ يؤدي إلى تمديد الهدنة أو إلى إيجاد مخرج أفضل. أعتقد أن حكمة التحالف والمملكة وحلفائها والشرعية اليمنية في المقدمة ستضع الحوثي في مأزق أمام هذه الهدنة. أعتقد أن الذين يسعون إلى السلام وخصوصا الحكومة اليمنية قادرة على أن تثبت هذه الهدنة وأن تستعين بالجهود الدولية للضغط على الميليشيات الإرهابية. ونحن نعلم بأن الضغط على الميليشيات يأتي بكل بساطة من الدول الغربية متى ما أرادت، إن ضغطت عليها ستستجيب. إن يعني كان لها موقف حقيقي من هذه الميليشيات الإرهابية فورا ستستجيب. ولكن يا سيدي كيف تستجيب وطهران مطمئنة إلى أن ميليشياتها لم يأتيها أي خطر ولم يتشكل ضدها أي تحالف عدا التحالف العربي لعهد الشرعية ضدها في اليمن؟ لا يوجد خطر من الأمم المتحدة ولا من مجلس الأمن ولا من الدول الأصدقاء في الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى روسيا والصين. ليس هناك موقف من إرهاب ميليشيات إيران. دعنا نخرجها من إيران، نقول الميليشيات التي تأتمر بأمر إيران خارج حدود إيران. ما هو موقف هذا المجلس، مجلس الأمن؟ يعني موقف واضح جدا، لا يأبه بهذا الشيء ولم يتخذ أي خطوة إيجابية لحماية الإنسان اليمني. هذا جدا أثر على بقاء الحوثي. ولذلك نلاحظ حاليا ومرة أخرى أكرر، هل يصدقنا أحد بأن ميليشيا حزب الله أو ما يسمى حزب الله الإرهابي يوقع اتفاقية حدود مع من يدعي بأنه سيذهب لتحرير القدس وفي لحظة وفي 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 غرة من الزمن يوقع اتفاقية ويوافق على إنهاء الوضع مع إسرائيل؟ يعني هذه هي إيران تتلاعب بالشعوب العربية، آسف، تتلاعب بالميليشيات التي تتبع لها في الدول العربية. ولكن مرة أخرى لولا الله سبحانه وتعالى ثم جهود الشعب اليمني وقيادة الشرعية والتحالف العربي لما كان الوضع بهذه الصورة، لكان أكثر سوءا. صحيح صحيح صحيح.
نعم، كان معنا عبر الهاتف من الرياض اللواء عبد الله غانم القحطاني الخبير العسكري والاستراتيجي. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات.